تقدير صعوبه المرحله دي كعملاء النقل العام وكهيئه تاسيسيه لقاره عملاء النقل العام المستقله. ونقول لحضرتك حضرتك في برنامجك ما تعرضتش لكميه الفساد الاداري اللي موجوده على مستوى الهيئات اللي موجوده في مصر كلها. طبعا حضرتك اول ما تعرضت للفساد ده فبنقول لحضرتك برنامج حضرتك ما تعرضتش للفساد ده كان تعرض فيه ما حضرتك ما شرحتش مش بتكلم في البرنامج ده انا بقول لحضرتك الفساد الاداري ده علاجه ايه في المرحله اللي جايه وازاي نوضح له حد في المرحله اللي جايه. فدي كلها اولويات برضه في البرنامج لازم يكون الاعتبار في الصوره ان المرحله دي ما نرجعش ما نبصش لنفسنا بعد ثلاث سنين او سنتين نلاقي نفسنا في نفس الوضع في نفس المرحله مع تغيير مع سوري في اللفظ وشوش بس او مسؤولين وخلاص خلصت زينا. يبقى كده احنا دمرنا الثوره ودمرنا كل النجاحات اللي احنا قمنا بيها بحاجه بسيطه قوي ان احنا دارينا الحقيقه عن الناس بس بسرعه. شكرا. شكرا استاذ علي. الباشمهندس كمال خليل من حزب العمال. اول في الاخر طيب ممكن كمان خد المايك. أنا عايز أشير لنقطة محددة. في عديدين من مرشح الرئاسة وأن البرامج المطروحة الآن هي أقرب إلى البرامج المطلبية. إحنا عايزين مرشح الرئاسة القادم يطرح وجهة نظر من قلب الثورة انه فرد من افراد الثورة يطرح موقف تجاه الثورة المضادة يطرح موقف تجاه الحكم العسكري اللي موجود يطرح موقف حوالين الثورة اللي بتتسجد الان واللي تمثلت في قانون حظر الاضرابات والاحتجاجات واللي تمثلت في قانون مكحف للأحزاب لتشكيل الأحزاب اللي يقدر يسميه قانون أيضا لحظر الأحزاب. عايزين المرشح يتكلم يعني يبقى طرح لنا وجهة نظر حوالين النظام لم يسقط بعد وإن دورنا كمرشح للرئاسة هو إسقاط النظام واستكمال مهام الثورة. عايزين كلام عن حل الحزب الوطني وحل المجالس المحليه ومحاكمه الرئيس مبارك ومحاكمه كل الفاسدين بما فيهم عناصر المجلس العسكري. الشيء اللي عايزين كلام عن اصلاح زراعة جذري للفلاحين المصريين. لازم نتكلم حوالين الفلاحين النهارده اللي بيمثلوا كتله ضخمه من الشعب المصري وعايشين على حد الكفاف وإيجار الأراضي ومستلزمات الإنتاج. كل دي مشاكل موجودة بس عايزين مستقبل إعادة توزيع فريضة الملكية الزراعية في الريف المصري. عايزين كلام واضح عن تعليم مجانا في جميع مراحله. احنا عايزين نطور نظام التعليم على المستوى العالمي والاهتمام بالبحث العلمي وربط التكنولوجيا بالتعليم بمدى التنمية. بس الشرط الأساسي عايزين نتكلم عن مجانية التعليم في كل المراحل الابتدائية حتى الجامعة. عايزين من مرشح الرئاسة انه يطرح قضايا كل العاملين بأجر سواء عمال موظفين مهنيين يتبنى حق العمال في إنشاء نقابات مستقلة وحق العمال في إنشاء حزبهم السياسي لأن كل اللي حاصل من الممكن يتم الالتفاف عليه مرة تانية. عايزين كلام واضح عن حد أدنى من الأجور وحد أقصى من الأجور. عايزين كلام واضح حوالين حرية العقيدة الدينية لكل المصريين أساساً وإن إحنا
يبقى موقفنا واضح تجاه كل الاتجاهات اللي بتحاول تقسم الوطن نصين. اساسا عايزين كلام واضح حوالين مدنية الدولة، الدولة تبقى دولة مدنية، ما هياش دولة قائمة على حكم العسكر ولا قائمة على حكم الدين. دي ملامح أساسية، ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا.